مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فاشن فاشل. اليوم رح نحكي عن الجولدن جلوبز اكيد مع انس. هاي انس. هاي كيفك؟ منيحه. كيف اسبوعك؟ اسبوعي كثير منيح عشان جولدن جلوب صاروا. كثير متحمسه. خلونا نشتغل فيهم ونتحمس لهم كثير زياده عن جد، ونقرا الويب سايت ونشوف شو الناس حاكيه والاصداء وهيك. بدي احكي عن جيلو. اول شخص بدي احكي عنه هو جيلو. عن جيلو مش عادي كان طلتها من يعني من ميك اب لشعر لفستان. اوكي فستان، اوكي فساتينها كلهم حلوين، بس عن جد انه الميك اب والشعر هاي المره مبينها زي كانها 20 سنه اصغر. مش صغيره هي صح فكرة. هي بالمره مش صغيره. لا. وهي بصير معها عاد بالعكس، كل ما بتكبر تصغر، بتصير احلى. مش معقول يعني. لابسه زهير مراد مصممها المفضل عن جد لخريف 2014. اوكي ف اتس سيلفر، فضي الفستان وكثير فيه شغل وحركه ومطرز، بس مبين الكيرفز فيها. يعني مش مخبي جسمها، صح في منطقه بيكون فلو واسع بس انه مزبط من تحت. عن جد اول مره بيكون فستان هالقد فيه تكستشر او فيه قمايش طبقات، بنفس الوقت هالقد بكسم حدا. يعني هذا الاشي الكونتراديكشن او التناقض الموجود بالفستان. ومن الفساتين اللي انحكى عنها فعليا بكل الويب سايت، كل نقاد الازياء والموضه حكوا عنها، يعني كل حدا حكى عنها واو. عن جد ما حدا اعطاها شيء سيء، ما حدا اعطاها شيء سيء. لا يعني ابدع من اللي شفناه يعني. فخم 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 فخم. كيت هودسون. كيت هودسون كمان نفس الشيء، كمان نفس الشيء حكى عنها كثير. كان فينك، فينك يس مفتوح كثير لدرجه انه حسيت مش كثير حلو. يمكن الفستان اوكي مشغول عليه ومتعوب، بس ما حسيته انه هالفستان كثير حلو. هي فنانه موهوبه اوكي، وعندها مثابتها يعني بالعالم الفني والتمثيل وهيك، فبتخيل انها تلبس إشي كثير ارقى من هيك. ما بعرف انا. لا هو هذا الفستان بنسى من الفساتين اللي ريسك او خطيره كثير. يعني اذا بتلبسي هيك فستان كثير في تشانس او احتماليه كثير كبيره انه يفلت إشي معك يصير مصيبه يعني. فهذا الفستان كان معمول بالضبط على مقاسها وسليم فيت لدرجه انه ضيق على بالضبط قد ما هي جسمها مكتم، فيعني محدد كثير وكان ستيتمنت او شيء كثير مميز لهذا الحدث، ونحكى فيه كثير بصراحه وكل النقاد مدحوه. فيرساتشي بالضبط، فيرساتشي يعني اكيد، وهي لثاني سنه على التوالي كمان هي بتلبس فيرساتشي. والحلو فيه انه من الجوانب في هدول الكت اوتس او البانلز بالضبط، القصات من الجوانب، وبرضه عليهم الامبلشمنت اللي عم نشوفهم بكل الفستان، فهذا هو الشيء المميز فيه. يعني حتى لو مفتوح كثير هي كانت عم تحاول تفرجي وجهه نظر يمكن بطريقتها الخاصه، انه بتقدر تلبسي مفتح وحلو بنفس الوقت. مش كثير يعني مش كثير حسيت انه يعني حسيت بتقدر تعمل شيء احلى. عرفتي كيف؟ لوبيتان يونغ. لوبيتان يونغ جان باتيستا فالي بالضبط. لوبيتان يونغ من المفضلين رائع. عندي بتبدع سنة على سنة، صار بزهق قد ما دائما متوقعين انه حلو رح يكون لبسها. هاي المرة كان unexpected او غير متوقع. لبست من تصميم جيان باتيستا فالي اوت كوتور اللي هم بتميزوا بالتطريز المورد او بالورود. رائع. فالفستان بالبوستي او المنطقة العلوية العلوية من الجسم عليه كله ورد باللون البنفسجي. كثير لبقلها كثير لبقلها صراحة، كثير حلو عليها. بكمل لتحت من بيج لبيربل الالوان. الحلو بهذا الفستان انه هو كثير مميز وكثير غير عن العاده وكثير غير متوقع على الجولدن جلوبز، مشان هيك نحكي عنه كثير حلو. لكن للجولدن جلوبز يمكن في ناس بتفكر فيه بطريقه مختلفه، انه عاده الواحد ما بيلبس شيء هالقد مورد، يمكن لو رايحه على احتفاليه ثانيه من نوع اخر. لكن جولدن جلوبز هذا شيء حدث جدا كبير جدا مهم. بتعرفي شيء؟ حسيت انه هي خلص صارت تعرف انه الناس عم تتوقع تشوفها شو الشيء الجديد، شو اللبسه الجديده اللي هي لبسيته، واخذه جوائز انه الانكسبكتد والدائما من الباست دراس لمده سنوات طويله يعني. بس صراحه رائعه رائعه لا بقلها وبجنن ملفت كثير حلو. هلا بس شغله احكيها، بالنسبه للسنه الماضيه هي كانت على الجولدن جلوبز 2014 كانت لابسه الكيب دراس اللي هو كان الترند ستر. ما خصنا بلاست يير، ما خصنا السنه الماضيه، ما خصني. لا جد انه حلو حلو، مش كل حدا زيك رح يفصفص. طيب خلص. لا حلو كثير. لا حلو حلو بالعكس، انا كثير حبيته. لانا دانم. لانا دانم. زاك بوزن بدي احكي له شو عم بتفكر انت. بعرف انك تحبيه، رح تدافع عنه، بعرف كثير بتحبه انت. كثير بحبه. بس شو
لا. شوفي الفكرة بالفستان هي أظن لنا دانم إحنا متعودين عليها إنه هي الإنسان المتمرد المجنون اللي بلبس كثير أشياء مختلفة وهيك، لكن ما عمرها كانت بالبس دراست ولا عمرها كانت بالناس الستايلش أو المتميزين، فهي هلأ عم بتحاول إنها عندها زاوية لحالها. يعني هي من نوع المتمرد؟ متمرد بطريقة إنه كثير حرية عندها، كثير نفسها ما بت يعني كثير ما بتغلب حالها وكثير مرتاحة مع نفسها. فالإشي الحلو فيها إنه هي غيرت هلأ يعني، وأخيراً بلشت تفوت باللباس إنه إحنا نقعد نحكي عنها، مش من الناس اللي ما بنفكر فيهم أو ما بنحكي عنهم. رح أحكي عنه قد ما هو بشع. هو بشع. أنا ما في تضاريس، ما في شيء، ما في ما في تضاريس. هي هاي المشكلة الوحيدة بهذا الفستان، بوافقك الرأي إنه الحلوة طريقة زاك بوزن دائما عنده تمييز بطريقة التيلرينج أو الخياطة، هذا إشي كتير حلو. حلو كيف من تحت الهاي لو هم اللي هو من قدام قصير ومن ورا طويل، هذا إشي لذيذ كتير. هي ماخدة نفس الرنوي لوك، ما غيرت حتى بالكندرة نفس الإشي، لكن مو مكسمها طريقة إنه مطلعها أنصح مما هي أوريدي مش نحيفة، فبوافقك الرأي بهذا الإشي. فاشل فاشل كتير. أليسون ويليامز، أليسون ويليامز كمان لون الأحمر رائع، من أحلى الفساتين الحمر يعني اللي شفناها بالجولدن جلوبز. رائع رائع شغل، لا شكل، لا شعرها حبيته كمان، لابق رترو مع الأحمر. حلو كلاسيكي يعني، كتير كلاسيك، كتير بسيط، كتير ما في أكسسوريز زيادة. هذا الستايلينج الذكي إنه هي عارفة فستانها قد إيه ستيتمنت أو قد إيه حضوره قوي، فما غلبت حالها ولبست خواتم وأساور وهيك أشياء، وما حطت كتير ميك اب تقيل. وهي هي نفسها بتحكي أليسون ويليامز إنه نقت هذا الفستان بالتحديد عشان حبت تكون أكتر فمنن أو أكتر أنثوية، لأنه هي بعد دورها ببيتر بان الفترة الماضية كان كتير شبابية، فحبت تغير هاي اللوك اللي تكون أنوثية هيك على الآخر. طيب حلو كتير صراحة، حلو كتير. لذيذ كتير الفستان ولابق لها. شانيل، شانيل داكوتا جونسون، كنت عارفة نجمة 50 Shades of Grey بالضبط، اللي هلا عم نتوقع كلنا الفيلم يطلع وكل حد يحضره. ميك اب قليل، بس ميك اب قليل خفيف ومركزة على الفستان، لأنه الفستان loud very loud metallic بلمع بضوي strapless فيه السلت واصل للأرض. statement dress تقدر تحكي عنه، لون أو الفتحة الموجودة. اللون الفضي كان كتير صرع وكتير مميز بهاي السنة. عرّت كاربت فضية بالضبط. يلا نفوت على الأصفر، يلا نفوت على الأصفر مرة واحدة. أوكي يلا نايومي واتس بالأصفر الجوتشي. الجوتشي شو رأيك فيه؟ ليش احكي رايي، بدي اشوف انت. انا حبيت اللون عليها كثير، ابرز لون البشرتها ضربوا اكثر على بينك يمكن عشانها بيضه، وحبيت الكونتراست الحمراء او الليبستيك الاحمر اللي حطته، حبيت كيف شعرها عملته الستايلينج تاعها. حسيت شيء غير معتادين احنا عليه، هو سنسال البلغاري الدايموندز السنيك دايموندز اللي شكله على شكل الحيه. هذا هي عشان الامباسادور او الممثله الرسميه لبلغاريا، فهذا شيء كثير عشان هيك كان بدها تخلي كله سمبل يمكن، وتخلي التركيز على العقد اللي لابسيته بالضبط. بنفس الوقت نقت لون بيلبق لها، وهذا إشي كتير لذيذ إنه هي عرفت يعني كتير ذكي الاختيار شغلتين هدول بطريقة جدا ذكية. البلت حتى بالفستان عشان تكسر إنه قد إيه الفستان بلين ونازل للأرض، حطت بلت عليه هدول برضو الدايموند إمبالشمنت، حطت بلت والسنسال زعل عشان أخذ شوي من لا لا سنسال بضله أقوى بلغاري حبيبتي. طيب مين كمان هلأ ضل لنا؟ هلأ في عنا لوك مميزة جدا 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 وغير كانت غير متوقعة أبدا بهاي بالجولدن جلوبز لهاي السنة. اللوك لأما ستون لابسة بالضبط هيك إنه واو واو واو، لابسة من تصميم لانفان، هي إتس كاستم ميد أو يعني معمول خصيصا مصمم إلها. هي كاستم ميد، لقته بخزانتها، لقته على الارض كيف مكان بعقل، كيف مكان بجنن عن جد بجنن. رائع كثير حلو عليها، واو. هو جمب سوت، لابسه بنطلون بيعطي هاي اللوك المانلي شوي زلميه، حلو توب الكروب توب الامبالشت لونها فضي. هلا هي عارفه حالها انه لابسه شيء ستيتمنت وقوي، بس عشان ما تخلي عادي ويصير إشي مميز أكتر، في البو أو اللياقة الموجودة على الجنب مكملة نازل للأرض، اللي هي زي الترين النازل للأرض، مش عادي هذا عن جد لما بتلف يعني مش معقول،
مش معقول. لا مش عادي انه فيه تاتش الفستان، فيه شغله انه الجبسوت. اه بعرف هو جبسوت، بس الفساتين كيف بيكونوا؟ آه. يكون في البو من ورا مثلا، اه فيها هاي الاشي استعملت بو بس على جمب سوت عشان تضلها لابسه بمقام الجولدن جلوب. مظبوط. نفس الوقت بطريقه غير اعتياديه، حتى شعرها الشعر الويف النازل الاحمر مع الليبستيك اللون المجنتا او الزهري كله على بعضه مش معقول يعني. ابدا عن جد بعطيها بست دريس. تعرفي شو كمان يعني. عن جد بست دريس. تعرفي شو كمان انس انه عكس شخصيتها بالضبط، هي هيك مبين انها مرتاحه، هي هيك عن جد. اه, آه. فبرافو، هذا اهم شيء عن جد، برافو. طيب عندنا شيء هلا فانيسا، نحكي عن حدا كثير حلو لكن يمكن فاجأنا اليوم. سلمى حايك فاجأنا بطريقة حلوة ولا لا؟ طريقة برأيك مش حلوة. لا انا برأيي بعطيها فاشن، مش فاشل. فاشل لابسة من تصميم ألكساندر ماكوين. كيوت فستان، الفستان نفسه بحد ذاته قطعة مميزة جدا وحلوة كثير. ألكساندر ماكوين بالضبط، ولابسة حتى الكلوتش تاع ألكساندر ماكوين واللي هي كمان قطعة مميزة كثير. لكن الشيء الغريب كان بهاي الطلة هو الستايلينج تاعه او الطريقة اللي لبقت الاشياء معه. يعني لابسة الكوف الكبيرة اللي هي الاسوارة الكبيرة، ولابسة الخاتم الكبير، ولابسة الوردة. الوردة الوردة هاي يعني، هاي الوردة عرايسي، بس عرايسي مش ضابط يعني صراحة. ممكن ممكن كثير مش حلوة كانت. ويعني لما تلف من الجنب انه ارجوكي ارجعي خلينا نطلع لك من قدام، معلش انا قابلة. لا البلت كمان هالقد انا كثير ازعجتني صراحة. والبلت اللي حكيت انس ما نامت الليل عم بتفكر بسلمى الحايك. سلمى الحايك عن جد مش سيء كثير، بس كثير بدها اتنشن. تحسي انه حطت هاي وحطت هاي وحطت حطت. هي مليونيرة يعني، معها مصاري بلاوي هي وزوجها، فطبعا بيطلع لها انه تجرب كل شيء عليها يعني. لها شو خص لها هذا بعد؟ لا لها الاكسس او لها يعني القابليه انها تقدر تاخذ اللي بدها اياه امتى ما بدها، ايش ما بدها وباي وقت. فالحدا اللي عنده هاي الشيء الحلو عادي انه يلبس احلى من هيك، عشان هي بتقدر تلبس اللي بدها اياه. فمن كل الفساتين الموجوده بالعالم هذا اللي هلا فهمت النقطه. عم بحكي لك شو، عم بحكي لك انه شو عامله ومخبصه. هي مليونيره قلتي لي فجاه. طيب ما علينا ما علينا ما علينا. هلا كمان حدا كنا احنا حكينا عنه من البست دريس او افضل الطلات اللي ما بتنتسى بسنه 2014، امل كلوني. امل كلوني متميزه جدا وكثير حلو لبسها بجولدن جلوب. هون بتكون لابسه فستان اسود من تصميم ديور اوت كوتور، لابسه مع الفستان طبعا فيه نازل منه زي الكيب من عند الكتف نازل للارض. انا شايفه ايش عم تعملي. عادي عادي. كمان لابسه معاه جلوبز او كفوف البيض. الكفوف صراحة ذكروني بأيام مش عارفة الثمانينات، مايكل جاكسون إشي هيك. هلأ هي كانت كثير فخورة بالكفوف تاعونها عشان هي خيطتهم بإيدها. كيف عرفنا إنها فخورة؟ بنسمع جورج كلوني بحكي إنه أنا شفتها هي عم تخيط فيهم قبل الحدث. عن جد هي عملتهم؟ هي خيطتهم بإيدها، هي سوت الجلوفز. هي سوتهم. عندها وقت؟ والله شكله عندها وقت، مع انه هي شخص كثير مهم بالعالم، بس شكله عندها وقت كل يوم حبه حبه. هذا درس لنا، هذا درس لنا انه اذا هي امل قدرت تسوي الكفوف تاعونها بايدها عن جد. طيب لكن مش حلوين او زي تعون الفرن يعني، مش يعني مش 100% بتحسي انه كبار وواسعين وغريب. يمكن لو كان انه ضيقين عليها، يمكن لو كان لون اسود، بس لو علي تقيمهم كل الكفوف وتروح بالفستان اشرف لها يعني. حرق حرق. طيب بمسكهم هيك بزتهم بولع فيهم كبريتة. طيب اوكي. طيب انا ما راح اخالفك بالراي صراحه 100% انه بطلع لها كمان كفستان يعني. احنا مسكنا الكفوف حكينا عنهم، بس كفستان وكطلة وهيك كله اجمالا بتقدر تقدر بالضبط تقدر. عندها عندها انه يعني عندها الكونكشنز، عندها الناس، عندها بالضبط. وخصوصا انه هي من الاشخاص اللي عن جد انه حكينا عنهم من احسن اللباس الموجودين السنه الماضيه. صح. خربت حالها، خربت حالها. اوكي بس بحب اشوف ايش راي الصبايا والبنات اللي عم تحضر، اللي عم تحضر فينا، ايش رايها معنا، اذا هي بتوافقنا الراي ولا لا بالطلات اللي عم نحكي عنهم كل حلقه. Thank you, Ons. Thank you. شكراً. هيك نكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم. نشوفكم مرة جاية.